الشخير ليس مجرد حالة طبيعية قد تتكون جراء التعب محمد. شاب بات يشكل له الشخير مشاكل تنفسية، الأمر الذي دفعه لزيارة مختص لإيجاد الحل. أنا بوكسر وتقصت فيني في ما نتنفسش مليح ونسوفري ونشخر تاني. كونسياني لونطرينور تاعي باش نجي ندير هاد العمليه باسكو هو دارها ونجحت له. الشخير عنده عده اسباب، اشهرها الانف، انسداد الانف. كاين سبب اخر اللي هو نقولوا جازم الانف، يهبط هنا لتحت، يهبط للحنجره. في الحنجره كاين اسباب واحده اخرى. دون أي تدخلات جراحية يقوم الطبيب بفحص محمد بالمنظار لمعرفة الخلل. بعد اكتشاف مدى انتفاخ الجيوب الأنفية يقوم بامتصاص هذا الانتفاخ بتقنياته الخاصة. بالنسبة لإنسداد الأنف، وشنو هو دور هذه التقنية هذه في القضاء على الانسداد هذا؟ الغالب من المرضى عندهم انتفاخ في لي كورني انفيريور، غضروفيه الانف اذا سي لو تيرم اي جوست. هذا الانتفاخ يسبب ضيق في التنفس. دونك لا تكنيك هذه كيفاش تخدم؟ كاين لي كورني هذوك يكونوا منفخين، لا تكنيك هذه تروح تفشهم. علاش هذه لا تكنيك مليحه؟ باسكو ما فيهاش اعراض جانبيه، ما كاش واحد في الدنيا يقول لك اني درت لو كان خير ما درتش. اعتبار الشخير مجرد حالة طبيعية أمر شائع، إلا أن علاجه غير ذلك، رغم أن هذا الأخير ضروري لتحسين عملية التنفس.